السلام عليكم. اليوم درسنا عن التجارة للصف الخامس الأساسي مدارس الوطن العربي. اليوم يا مس رح نتحدث عن موضوع التجارة، ونعرف كيف كانت التجارة قديما. منذ آلاف السنين كانت الأسر تنتج الأشياء التي يحتاجها أفرادها، فكانوا يزرعون أو يصيدون ما يلزم بغذاء، ويصنعون أدواتهم وأوعيتهم البسيطة، ويبنون منازلهم ويصنعون ملابسهم بماذا؟ بأنفسهم. ثم بعد ذلك تعلم الناس إمكانية إنتاج السلع وخدمات أكثر وأفضل عن طريق التخصص والتجارة مع الآخرين. نعرف يا مس إنه التجارة قديما كانت تعرف باسم المقايضة. المقايضة هي بضاعة مقابل أخرى أو تبادل السلع. أما كانت التجارة قديما تعتمد على تبادل السلع والخدمات، وقد ساهمت التجارة في تطور حضاري عندما كان التجار ينتقلون من إقليم إلى آخر، كما يرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاطا اقتصاديا بظهور الإنتاج البضاعي وتطور عملية التبادل وظهور النقد. ثم بعد ذلك تم اختراع المال لتسهيل عملية التجارة في العصر الحديث، وقد أدخلت بطاقات الائتمان والتجارة الإلكترونية لتسهيل تداول الأسهم التجارية وعمليات الشراء الفورية. من هذا كله يا مس، لو جيت سألتك لماذا يذهب الناس إلى الأسواق في رأيك؟ رح تجاوبني لتبادل السلع ولشراء بعض المنتوجات الاقتصادية المختلفة. طيب، إلى ما تحتاج لشراء حاجاتك من السوق؟ رح تجاوبني يا مس لبعض النقود. كيف كانت عملية التجارة تتم قديما؟ كانت عن طريق المقايضة. المقايضة هي عملية تبادل السلع أو بضاعة مقابل أخرى. فمن هذا كله يا مس نستخلص معنى التجارة. التجارة هي بيع المنتجات الاقتصادية وشراؤها بالنقود. أما المقايضة هي التجارة قديما وكانت تقوم على تبادل السلع. أما السوق هو المكان المخصص لعملية تبادل السلع. الآن سوف نتعرف على أنواع التجارة. التجارة نوعان، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية هي عملية تبادل السلع والخدمات لتأمين حاجات الفرد داخل حدود الدولة، وتكون بنوعين، جملة ومفرق. رح تسألني يا مس شو معنى التجارة الداخلية لما تكون جملة؟ جملة هي التجارة التي يتم تداول السلع والخدمات من المنتجين إلى تجار الجملة، على أن تكون هذه المنتجات بكميات كبيرة وأسعار منخفضة. أما المفرق هي تداول السلع والخدمات من تجار التجزئة إلى المستهلكين بعدد قليل وأسعار ماذا؟ مرتفعة. أهمية هذه التجارة الداخلية ربط القطاعات مع بعضها البعض من أجل الاكتفاء الذاتي، تنشيط استعمال العملة المحلية، والقضاء على ظاهرة البطالة. الآن سوف أتطرق لكم عن عيوب هذه التجارة الداخلية. قلة المنتجات وعدم التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وظهور السوق السوداء وهي عملية الاحتكار السلع. أما النوع الثاني من أنواع التجارة، التجارة الخارجية، وهي عملية تبادل السلع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة بصورة صادرات وواردات. الصادرات يا مس هي نشاط الذي يتم من خلاله نقل وبيع البضائع المراد تصديرها من داخل الدولة إلى خارجها، إما أن يكون عن طريق التصدير المباشر أو غير المباشر. أما الواردات هي نشاط الذي يتم من خلاله شراء ونقل البضائع المراد استيرادها وتقديمها من خارج البلاد إلى داخلها. نعيد كمان مرة أنواع التجارة، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية هي عملية تبادل السلع والخدمات لتأمين حاجات الفرد داخل حدود الدولة، وتكون بصورتين، جملة ومفرق.
أما التجارة الخارجية هي عملية تبادل السلع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة بصورة صادرات وواردات. الصادرات هي نشاط الذي يتم من خلاله نقل وبيع البضائع المراد تصديرها من داخل الدولة إلى خارجها، إما أن يكون عن طريق التصدير المباشر أو غير المباشر. أما الواردات هي نشاط الذي يتم من خلاله شراء ونقل البضائع المراد استيرادها وتقديمها من خارج البلاد إلى داخلها. أهمية التجارة الخارجية: التخلص من الفائض عن السوق المحلي. 2- تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول. 3- تعزيز القدرة على التسويق عن طريق استحداث أسواق جديدة. لكل تجارة من هاي التجارات لها عيوب. التجارة الخارجية لها عيوب من خلال التدخل الحكومي الكبير في التجارة الخارجية، التحكم في عمليات الصرف وتحويل العملات، المسافات البعيدة بين المتعاملين. نعرف يامس إن المنفذ البحري الوحيد للأردن ما هو؟ خليج العقبة. نعرف كمان إن بتميز موقع وطننا بماذا؟ بطول حدوده البرية مع الدول المجاورة وقلة منافذه البحرية، وله منفذ بحري وحيد هو خليج العقبة البحر الأحمر، وأنه متوسط بين قارات العالم. فلذلك تعد منطقة البحر، منطقة العقبة، هي منطقة اقتصادية خاصة. فلقد أولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ تسلم سلطاته الدستورية مدينة العقبة اهتمام كبير. لماذا يامس؟ لأنها المنفذ البحري الوحيد للأردن الذي يعتمد عليه في تصدير البضائع الأردنية إلى الخارج، وكان ذلك من خلال إعلان منطقة العقبة حرة عام 2001، ثم إعطاء بعض الحوافز التي منحها الملك عبد الله الثاني تشجيع الاستثمار في منطقة العقبة من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية وخفض نسبة الضرائب على مدخلاتها. بعد هذا كله يامس رح نتحدث عن العوامل المؤثرة في التجارة. أولاً، كمية الإنتاج الزراعي والصناعي. 2- التقدم العلمي والتكنولوجي. 3- الإعفاءات من الرسوم الجمركية كما فعلها الملك عبد الله الثاني بن الحسين عند توليه سلطاته الدستورية. 4- العلاقات السياسية بين الدول، فلذلك الأردن بنال احترام عالمي من جميع دول العالم. وبذلك يا مس بكون الدرس انتهى، ويعطيكم العافية. نستعرض الآن حل صفحة 43. السؤال الأول محلول في الورقة. ويعطيكم العافية، إلى لقاء آخر.